يوم آخر هنا المعارضة البحرينية في وسط لندن تعتصم وتطوق الفندق الذي دعا إلى حفل العشاء الجلاد والمجرم ناصر بن حمد إليه، وقد حضر من صافحة هذا الجلاد، وقد أسمعناهم هتافات الشعب البحريني كالتي تستمعون إليها: يسقط النظام الخليفي، ويسقط المجرم الجلاد ناصر بن حمد، ويسقط أبي، ويسقط نظامي. هذه من ضمن سلسلة احتجاجات ومن ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها المعارضة لكي تلاحق الجلادين أينما حلوا وأينما رحلوا. الجلاد ناصر ظل هنا لأكثر من 3 ساعات ونصف، هو وزبانيته محاصرين أمام هذا الفندق في جميع الأبواب التي تصل إلى 5 أبواب. وقف هؤلاء الشباب يحاصرونه ولكنه لم يستطع الخروج وبقى محاصر لحد الآن داخل الفندق، هو وزبانيته. سوف نبقى هنا لغاية الصباح، وحتى اضطر الأمر أن نبقى إلى يوم آخر سوف نبقى نحاصر هذا الجلاد. سوف نسمع النات وصراخ المعذبين الذين قام بتعذيبهم داخل السجون كالشيخ محمد حبيب المقداد وغيره من الأبطال والرموز المعتقلين. هذا الجلاد ليس مكانه هنا أن يحضر هنا في العاصمة بريطانيا أو في المحافل الدولية، مكانه هو السجن والقصاص. إن شاء الله شعب البحرين انتصاره قادم إن شاء الله، وسيكون هذا الجلاد أول من يؤخذ إلى العدالة الشعبية إن شاء الله كما أخذ الطغاة من قبله. لقد اقتص الشعب العراقي من الطاغية صدام حسين، واقتص الشعب الليبي من الطاغية معمر القذافي، وهذا الطاغية سوف يكون مصيره قادم إن شاء الله، سوف يحاسبها أبناء الشعب البحريني. وهؤلاء الشباب المعارضة الأبطال عائدون قريبا إن شاء الله إلى أرض البحرين، وسوف يلتقون مع أحبتهم إن شاء الله.